بابة ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم في برنامجكم اليومي، برنامج طبابة ألف، معاكم طراد سندي. بغطي البرنامج نيابة عن زميلتي أمينة العبدالله. رح نكمل إن شاء الله المشوار الطبي اللي بنستمر فيه يوميا. اليوم إن شاء الله حتكون حلقتنا مختلفة تماما. طول الأسبوع ما أخذنا هذا النوع من الطب، قعدنا يعني ما تكلمنا عن الأسنان. اليوم حنتكلم عن الأسنان. بس قبل ما أقول مين ضيفنا اليوم وإيش موضوعنا، بس أذكركم إنه على حسابنا في تويتر تقدروا تتابعونا من الآن. حطينا تغريدة وحطينا يعني اسم الدكتور وأيضا ضيفتنا واسمي، والحسابات كلها موجودة فيه عشان نقدر نتواصل أول بأول، وممكن تسألوا أي سؤال إن شاء الله من خلال تويتر على طبعا إذاعة ألف ألف أف أم في تويتر @ALIF ALIF FM ألف ألف أف أم. والحساب الخاص طراد سندي، تكتب طراد سندي حطلع لك في وجهك على طول، أو TERADSINDI. موضوع حلقتنا اليوم عن الأسنان، وحنتكلم عن صحة الأسنان بشكل عام، وحنتفصل في بعض الأماكن. أو عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع نستضيف اليوم دكتورتنا، دكتورة طب الأسنان العامة دكتورة سماهر عبد الرحمن بحمدين. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك السلام عليكم. شرفتينا اليوم في الحلقة. شرفت بكم. الله يسعدك دكتورة سماهر. طبعا قبل ما نبدأ أي موضوع أو أي تفصيل، دائما إحنا عندنا مشاكل في الأسنان، التسوس واللثة، ويقول لك روائح الفم وإيش نسوي لما نجينا مدريش. قبل هذا كله نبغى نعرف بس أول حاجة، تركيبة الأسنان إحنا بنتعامل مع إيش؟ إيش هي تركيبة الأسنان؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السن مركب من 3 طبقات. عندنا هي الطبقة الأولى حتكون طبقة لب السن اللي هي بالمصطلح العلمي هي سمنتم، وهي اللي تحمي عصب السن وتكون تكون على الجدر. عندنا الطبقة الثانية تيجي طبقة العاج، وهي طبقة فاصلة ما بين سن عصب السن والطبقة الخارجية. وعندنا الطبقة الثالثة اللي هي طبقة مين السن، وهي طبقة ظاهرة خارجيا، وهي تعتبر من أقوى طبقات الأسنان. يعني هي اللي بتحمي الأسنان من كل شيء، اللي هي المينة. نعم. هذه صح؟ نعم. والعاج لو هنا لو وصلت تسوس ليه هنا تبدأ المشاكل. طبعا. جميل جدا. طيب شفتي كيف أنا دكتور زيكم، بحاول بقدر المستطاع. طيب دكتور سماهر، أتكلم عن تركيب، بنبدأ بالتسوس. إيش هو تسوس الأسنان؟ صحيح تكلمنا عنه في حلقات سابقة، بس لما نذكر مستمعينا كيف بيتم تسوس الأسنان، ورح نتكلم عن طريقة علاجه. أول شيء تسوس الأسنان هي يعني السيمبل أزداد، هي عملية هضم. هتبدأ أول شيء من الفم. جميل. في بكتيريا في الفم هي اللي بتعمل زي اللي بنقول زي ترسبات، نفس حركة المعدة. يعني بتحاول تفتت الأطعمة وتفككها، بس هي إذا كانت أنت بتاكل حاجة فيها نسبة عالية من الكربوهيدرات حتعمل أحماض مضرة بالأسنان. بعد كده هي اللي حتعمل التسوس هذا، حتعمل زي الثقوب في السن. تقصد دكتور سمعين نحاول نوزن في أكلنا عشان ما نتعرض لهذا النوع من التسوس. طبعا. أوف، هذه معلومة أنا ما كنت أعرفها. يعني حتى طبيعة الأكل اللي إحنا بنأكلها لازم نوزنها عشان برضو الأسنان ما تعرض لها. في كذا فيديو. تفضلي. لا هي بس إنه المعلومة إنه أنت لما تيجي تأكل مثلاً وجبة رئيسية، تحاول بعدها تأكل مثلاً سناك أو سمتي، ما تحاول تأخذ يعني فترات متقاربة من بعض. يعني مثلاً عندك وجبتك اليوم الصباح الفطور أخذته، نفسك تأكل شوكليت أو سمتينج تقدر تأخذها، بس تكون يعني قريبة من الوجبة الرئيسية، ما تكون طول الوقت أنت بتأكل يعني عمال بتأكل أي حاجة. أوكي، عشان يكون في فترة ما بين، يعني مو فترة كبيرة ما بينهم. جميل جداً. طيب هذا بالنسبة للتسوس. طب طرق علاج التسوس، الناس يعني كثير بيسألوا إيش أحدث طريقة، إيش هل في طريقة حديثة طلعت الآن، أو يعني حتحكينا وحتقولينا على الطرق المعهود عليها. هي طرق يعني عادية المفروض الواحد يعني يكون متعود عليها. زي اتصالاته يعني وقاية الأسنان، بس أنه أنت تبدأ يعني اختيار الأكل الصحي والغني بالفيتامينات والمعادن، وكمان تقلل بين الأكل اللي إحنا قلنا بين الوجبات. ودائما تحافظ أن الأسنان تكون نظيفة، وتحاول تروح لدكتور طبيب الأسنان تزور بين فترة والتانية، يعني عشان تقلل من الاحتمالية أنه يصير فيه التسوس. جميل يعني جدا. كلها حاجات بسيطة. أيوة، يعني هذه عشان لحماية التسوس. طيب الآن أحدث طريقة
لعلاج التسوس، اللي هي في ناس بيقول لك انه هو يشيل التسوس وبعد كده يحط عليه زي الحشوة مؤقتة بعد كده حشوة دائمة. نعم. ايش عشان لا نطيح في هذه الاخطاء، ايش افضل طريقة ممكن نسويها عشان يعني نتلافى اي اخطاء ما ممكن يعني تحصل معانا في حكاية طبعا هي ما في، الحشوة؟ يعني ما في علاج، ما في علاج مثالي، هو لكل حالة فيها علاج، جميل. يعني على حسب، على حسب كمية التسوس، قديش أكلت من السن. إذا كان التسوس راح على العصب، هذا حيكون تريتمنت ثاني. هي حاجات يعني كله تختلف من إنسان لآخر. من شخص لآخر. أيوه. طيب جميل. طبعا اللي حيتواصلوا معانا الآن على تويتر، يعني أتمنى الوصف وصف الحال يكون دقيق، يعني إذا كان في أحد حاب إنه يستفسر على آت ألف ألف أف أم، أو اتصالاتكم إن شاء الله راح تكون بعد نصف الساعة الأول من هذه الساعة، نصف الساعة بإذن الله الثاني، على 0-12-61-61-100، ومن الرياض على 0-11-217-85-85. كتبنا الـ طبعا الأرقام على حساب ألف ألف اللي ما لحق اسمها، دائما يقولوا تقولها بسرعة تراد. طيب دكتورة سماهر، التسوس يعني ما حنخوض فيه أكثر إلا إذا كان في حالة الآن ناخد على الهواء، لكن في يقول لك لازم تتسوق كويس عشان ما تسوس أسنانك. في ناس يقول لك أنا دائما أتسوق ودائما صباح وليل ولكن أسناني بتسوس، إيش السبب؟ طبعا في احتمالية أن يكون طريقة الأكل غلط. قلت لك السناكس هذه الموجودة بين الوجبات الرئيسية تتاخذ على طول، يعني مثلا ما بيخلي فترة بين الوجبة الرئيسية والوجبة الثانية. يعني المفروض أن الواحد ياخذ الوجبة حقته، ياخذ مثلا نفسه زي ما قلنا أول شوكولاتة ولا كيك أو something، بس ياخذها يعني بعدها لازم يتسوق، لازم بعدها يتسوق على طول. ايوه، اقل يعني اقل ما في الموضوع انك تتمضمض عشان بس الاكل ما يتراكم جوا، عندنا فتره نص ساعه عشان تتحول السكريات والكربوهيدرات هذه تتحول لاحماض، وهي اللي حتبدا تسوس الاسنان زي ما قلنا. جميل جميل. طب يعني طب اوكي، بعيدا عن هذه التفصيله، يعني اذا اكلت سناكس او اكلت الوجبات الرئيسيه هسوي اسناني، بس بشكل عام كم مره نحتاج احنا نسوي اسناننا او ننظفها؟ مرتين باليوم على الأقل، مرتين صباح ومساء مثلا. نعم، ومرة مهمة قبل النوم. قبل النوم هي أهم شيء. طيب وبالنسبة لخيط الأسنان، يعني الحمد لله في ناس صار في وعي كثير، إنه الناس أصبحت بتقول والله الخيط مرة يعني بيساعد الناس، يعني استوعبت هذا الشيء ولقيناها في حلقات سابقة، بس نبي نعرف أهمية الخيط، استخدام الخيط اللي هو بين الأسنان على أي شخص. هو يعني الخيط اتوجد وتعملوه عشان بس الواحد لما بتشوك بالفرشه، الفرشه ما بتدخل بين الطبقات الثانيه من الاسنان اللي جوا، فعشان كده الخيط يعني حطوه بس عشان ينظف الفراغات اللي بين الاسنان، ينظفها اذا كان فيها طعام ولا بقايا من الاكل اللي بقايا اكله. من الأكل. ايوه جميل جدا. طبعا حنرجع احنا نكمل تفاصيل، في اسئله كثير احنا بندخل فيها، يعني اليوم ما حنستغلك كثير دكتوره سماهر. مشكله. اليوم معنا طبيبتنا طبيبه الاسنان العامه دكتوره سماهر عبد الرحمن باحمدين، راح نكمل معاكم، لكن بس اذكركم على السريع بارقام التواصل ونطلع فاصل. ارقامنا هي على STC 847700 موبايلي 640 660، وزين 74 62 62. اللي ما سمع أرقام التواصل اللي هي الاتصال ممكن تتابعنا في تويتر، تلاقي أرقام التواصل من جميع أنحاء المملكة ومن الرياض موجودة. دكتور سماح رح نطلع فاصل سريع ونرجع لكم، ونرجع لك مرة ثانية. مستمرين في طبابة ألف معكم طرات سندي، وأكيد طبعا مع ضيفتنا دكتورة أسنان عامة دكتورة سماهر عبد الرحمن محمدين، حياك الله مرة ثانية. أهلا وسهلا. طيب طولنا عليك شيء؟ لا ما في مشكلة. طيب تمام، يعطيك العافية، دائما يقولوا طولوا علينا طولوا علينا. طيب دكتور سماح، تكلمنا عن كيفية طيب عفوا متى احنا نسوي اسناننا وكم مرة في اليوم، بس الطريقة هنا ممكن تكون برضو يعني هي السبب، صح ولا لا؟ طبعا الطريقة تكون خاطئة في تسويك الأسنان. طيب نبي نعرف بس الطريقة الصحيحة لتسويك الأسنان. طريقة عادية المفروض تكون، يعني لما تيجي تحط فرشة الأسنان على السن تكون تقريبا بزاوية 45 درجة، وتحاول تحرك الفرشة بطريقة دائرية، وتحاول يعني توصل لكل حتة الأسنان يعني موجودة.
الى حواف اللثه ايوه الى اطرافها. طيب جميل جدا. طيب واغلب، هل اغلب التسوسات اللي بالخلف بتصير في الضروس الخلفيه بسبب عدم وصول الفرشه ليها، ولا في اسباب ثانيه؟ كنا زي ما قلنا احنا الاسباب كثيره، يعني ما هي بس طريقه، ممكن تكون طريقه خاطئه في التفريش، ممكن تكون طريقه الاكل هذا مره مهم، اللي قلت لك على السناك نرجع نذكر بالاكل. ايوه طبعا، والسكريات الكثير هذه كلها تسبب، والله ما في شيء ركزتي دكتورة معين. سماهر اليوم كثير على طريقة الأكل، حنرجع نوه عليها في آخر حلقة عشان يعني ان شاء مستمعينا الله يتذكروا. طيب بالنسبة لي قبل ما نكمل أسئلتنا، بس أنا أبغى أذكر الناس يعطيهم العافية على تواصلهم في تويتر على حساب ألف ألف أف أم قبل ما نقرأ رسائلكم. بس بذكر بأرقام التواصل على من جميع أنحاء المملكة على 0-12-61-61-100، ومن الرياض على 0-11-217-85-85. دائما لما تشوفوني كده ملخبط في الكلام تلاقي الكنترول قاعد يأشر ويسوي حركات وأحاول أمطمط في الكلام أنا، يعني الله يرضى عليك سيبني في هالشيء على الهواء. طيب شوش هنا حنقرأ تغريدتك لأنها أول تغريدة إن شاء الله بس بعد السؤال هذا. طيب دكتورة سماهر، كل قد إيش نحتاج نزور الطبيب؟ هل فعلا كل 6 شهور أم نحتاج أكثر من كده؟ هي في العادة تكون كل 6 شهور، بس إذا كان الإنسان عنده حالة التهاب لسه شديدة فيكون الأحسن يفضل إنه كل 3 أشهر. كل 3 أشهر، هذا إذا كان في حالة مستعصية أو شيء، يعني التهاب لسه، يعني عنده التهاب لسه تراكم الجير عنده يعني بنسبة عالية، فيفضل إنه كل 3 أشهر. أفهم كلامك إنه التهاب اللثة يساعد في زيادة الجير، هو الجير حيعمل التهاب لثة، الجير حيعمل التهاب لثة، ولما يكون في التهاب اللثة حيكون في نسبة أعلى عشان تزيد يزيد الجير، صح؟ طبعا. طيب جميل جدا، علاقة متكاملة الصراحة، وإحنا لازم نلحق العلاقة هذه قبل ما إيش عند الدكتور، قبل ما الأسنان تروح فيها. طيب طيب بالنسبة لي كثير، إحنا طبعا عملنا كم مرة إيش مشاكلكم في تويتر، سألنا قبل كده، وكانت دائما في حلقات الروائح الكريهة وإيش سببها وكيف نعالجها، دائما بيسألوا السؤال هذا ويكون أسبابها مختلفة، سبق وتكلمنا عنها بس نبغى نتكلم بشكل عام، إيش سببها بشكل عام؟ هي إحدى أسباب الرائحة الكريهة للفم هي عادات السيئة زي التدخين. عندنا التراكمات الجيرية اللي تعمل الالتهابات اللثة، يعني إذا مثلا إنسان جاك شخص حاطط تركيبة فم، أوكي؟ في ناس يحس المفروض انه هو ينتهي لحد هنا، المفروض ما يعني ما حيكون فيه اهتمام زايد، بالعكس التراكيب هذه كلها يبغى لها تنظيف مستمر وعنايه خاصه. عندنا كمان احدى اسباب الروائح تسبب الروائح الكريهه اللي هي امراض المعده مثلا، امراض المعده اللي هي من البطن تطلع طبعا. طبعا ان نتخلص من هذه العادات السيئه يعني حتغنينا عن الروائح السيئة دي حتطلع، ولازم نحافظ على الأسنان نظيفة عشان يعني تخلصنا من هذه بالطرق اللي ذكرناها، اللي هو الخيط ما بين الأسنان والتفريش الصحيح للأسنان. بالضبط. طيب جميل جدا. طيب بالنسبة لحساسية الأسنان، أكثر الناس بيقول لك أسناني حساسة، أنا ما أقدر أشرب الشيء الفلاني، ما أقدر أكل الشيء الفلاني، لا حار ولا بارد. هنا فعلا يعني اغلب الناس بنلاقي عندهم هذه المشكله، ايش اول حاجه هم في البيت كده عرفوا انهم اسنان حساسه، او يعني يستشعروا مع الوقت علاماتها؟ هم عفوا علامات حساسيه، يعني ايوه يعني عندها فجاه علامات حساسيه في اسنانه، يعني ما يقدروا مثلا لا يشربوا شيء بارد ولا حار، ايش اول شيء يسووه غير الدكتور مثلا؟ ما في دكتور، نتخيل نفسنا في البيت، تتخيل نفسك في البيت. ايوه يعني هل في حاجه معينه، معجون بعد كده مثلا نستخدمه بكميه معينه، او ايش المفروض نسوي؟ هي تستخدم معجون الأسنان الحساس حقت الأسنان الحساسة كبداية، أيوة. وطبعا يعني إليك بس المضمضة مهمة جدا، ليش؟ عشان هي أصلا حساسية الأسنان بتتكون من الأطعمة الموجودة يعني تراكمت في الأسنان بين الأسنان، بعد كده حيجينا موضوع الجير، ما الجير وحيسوي التهابات، يعني كل مربوط ببعضه. نعم جميل جدا. طيب بعد كده يعني او قبل ما تيجي الحساسيه للاسنان كيف نقدر نتفادى؟ لانه كثير ناس يقول يا الله يا ريت اني كنت اعرف كان سويت الشيء هذا، يا ريتني عملت زي كذا قبل ما، لانه طبعا الاسنان هذه الواحد المفروض يحافظ عليها بشكل كامل، كيف نتفاداها؟
هي كلها قلت لك، بس التنظيف المستمر، العناية بالأسنان، نستخدم الخيط، نستخدم المضمضة، هذه يعني المفروض احنا نكون ماشيين عليها، بس الله يهدينا يعني واحد بيمشي حياته. الواحد بيمشي من جد. جميل جدا. طب انا بس بذكر مستمعينا، اشكر كل تواصل معنا على طيب يعطيهم العافية على تغريداتهم الجميلة. ايضا تحياتنا لنهى سعدي قاعد تغرد فوق برنامج، شكرا لك يا نهى سعدي، ايضا زميلتنا في برنامج تيمبو. طيب اللي حاب يتواصل معنا بعد الفاصل ان شاء الله حناخذ كل اي حاله عندكم ان شاء الله راح ناخذها على الهواء عشان نستفسر. اذا حاب يستفسر من دكتوره سماهر عن الحاله اكيد يتصل على ارقام من جميع انحاء المملكه على 012-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85. طيب خلينا نقرأ رسالة شوش قبل ما ناخذ الفاصل. بتقول شوش ولد عمره 3 سنوات السوس يمشي بأسنانه أكلها. أوكي، كانت قصة تخوف حق أطفال. رغم أنه مهتمين بالنظافة بأسنانه، أخوه قبله عنده نفس الحالة، إيش السبب؟ الأطفال دكتور سماهر إيش رأيك؟ إيش السبب فيهم؟ 3 سنوات أكيد أكيد في سبب، يعني أكيد أنه ما بتنظف أسنانه مضبوط، أو مثلا كثرة السناكس. يعني الأطفال إحنا زي ما إحنا عارفين يحبوا الشوكولاتات، يحبوا الحلويات. فأكيد يعني مثلاً إهمال يعني. أيوة، بياخد الفترات متقاربة، يعني السناكس اللي بياخدها، الحلويات، اللبان اللي فيه سكر، الشوكولات مليانة سكر، يعني هذا كل حاجات تأثر. جميل جداً. طيب فاصلنا نطلع ونرجع لكم، خلوكم معنا في طبابة ألف، ومعنا أكيد طبيبتنا طبيبة الأسنان العامة دكتورة سماهر عبد الرحمن بحمدين، ورح نرجع لكم مرة ثانية دكتورة سماهر، خليك معنا في طبابة ألف. معكم طرات سندي شويتين وراجعين بعد الفاصل، خلوكم قريب. طبابة ألف، مستمرين معكم في طبابة ألف، معكم طرات سندي، وايضا معنا ضيفتنا اكيد الدكتوره سماهر عبد الرحمن بحمدين، حياك الله. دكتوره طبعا معنا دكتوره سماهر، نبي نعرف بس دكتوره سماهر في اشياء تفصيليه، بدا في سؤال للاطفال، حنبدا ندخل في هذا الموضوع، بس بذكر الان اللي عنده اي استفسار يتصل علينا عشان يسال دكتور سماهر عن اي سؤال للاسنان او لمشاكل الاسنان بشكل عام، من جميع انحاء المملكه على 012-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85. بس قبل منصور الشمراني، ممكن مو مناسبته بعض الاسئله، لكن اسئله ما هي من عندي، هي اسئله منكم انتوا اخذناها، فانا على اساسها بسال دكتوره سماهر، يعطيك العافيه، واذا كان عندك سؤال ذكي نحتاج انه احنا نطرحه في البرنامج. شكرا لك منصور. طيب في ايضا هنا كذا. طب قبل التغريدات هناخد اتصالات، نبدا نقول السلام عليكم. الو، اتصال اللي بعده. السلام عليكم. طيب كنترول شوف لي بس الاتصالات ايش. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. من معنا؟ محمد بسام معك. حياك الله يا محمد، كيف حالك؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا. الله يسعدك، تفضل سؤالك. أنا ما عندي سؤال بقدر ما عندي اقتراح. بالنسبة لموضوع الأسنان، طبعا كثير إحنا بنعاني من موضوع الأسنان. صحيح. خصوصا صحيح. في الإمرجنسي كيسز للأسف ما بنوجد أي منشأة صحية أنها تستقبل مريض الأسنان في فترة متأخرة من الليل، أو صحيح عدم وجود موعد عنده عند طبيب الأسنان، رغم أنه الألم اللي بيعانيه متهيالي أنه ألم شديد وكبير جدا. اللي هو الخراج أو حتى الألام العصب. نعم بالضبط، فألم لدرجة كبيرة جدا. فللأسف إحنا ما بنلاقي، إنه مجرد إنه بيديك مسكن طبعا بعد طلوع الروح، وما في حل أو حتى بداية حل للموضوع. ففي أحد الدول الأوروبية يعني تعرضنا أنا وزميلي لموقف ألم أسنان برضو. جميل، بس على عجالة. رضى عليك يا محمد، بس إحنا الوقت على عجالة، تفضل. اي، مجرد انه احنا اتصلنا بالريسبشن الاوتيل، طبعا كان في عندهم في المستشفيات او عندهم في كليه طب الاسنان في هولندا بيعملوا عمل طلبه الامتياز، بياخذوا موعد مع المستشفيات الحكوميه هناك او المستشفيات الخاصه، بيحجزوا الاكوبمنتس المعدات الموجوده، وبيروحوا مثلا المريض بيحددوا له موعد ايميديتلي فورا، وبيقابلوه في نفس المنشاه هذه وبيعملوا له الاجراءات الاوليه. جميل، يعني في اماكن خاصه لاوقات الطوارئ هذه.
نعم بالضبط، هو طالب الامتياز اللي بيجي، اذا كان مثلا الدكتور البروفيشنال او المتخرج او الخاص اللي اوريدي عنده عياده او عنده ابوينتمنت مشغول مش قادر، بيجوا طلبه الامتياز بيتمرنوا لهم كتمرين، وفي نفس الوقت بيبداوا بخطوات فعليه لعلاج المشكله. جميل جدا، فعلا عالجت مشكلته ووجدناها بصراحه جدا جميله، وحتى لو كان بمقابل مادي حتى لو عالي المريض في ذيك الساعه في الالم ما بيسلك معه. طبعا يعطيك العافيه محمد على المشاركه هذه. طبعا احنا يعني انا اشكرك على اثرائك هذه المعلومه وشكرا لك، وان شاء الله يعني نحاول نتغير في المرات القادمه. بس تفاديا لهذا كله دكتور سماهر يعني هو ذكر نقطه جميله محمد، بيقول انه بنيجي احنا في اخر لحظه ونبغى مثلا في الليل بيضرب عليك الالم، يعني في اي مرحله المفروض ان احنا نلحق نفسنا على طول من اول الم بسيط نحس فيه نروح الدكتور، او انه نستنى عليه نتاكد ايش هو هذا الالم؟ لا، المفروض هي لو انت بتروح لطبيب الاسنان بتزوره كل فتره والثانيه ان شاء الله ما حتوصل لهذه المرحله. لو كنت انسان مثلا انا مهمل وما بروح الدكتور وفجاه بدا الالم معايا، على طول اروح ما استنى؟ هو على طول حتروح، بس زي ما قال يعني ممكن ما حتلاقي دكتور وقتها فاضي، فحتلاقي مشكله معاك مع الالم، يعني حتكره عمرك صراحه. ايوه، فهو يعني عشان اكيد طبعا احنا حكينا على الم الاسنان، عشان كده الواحد يعني طبعا اشكر محمد بسام على اثر يعني على يعني اثارته هذه النقطه تحديدا، عشان كده الواحد يحافظ على اسنانه طول الوقت او نظافتها، هذه ما فيها شك. طيب في اتصال اخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام والشطرات، كيف حالك؟ حياك الله سيد الناس، من معنا؟ معك احمد من مكه. حياك الله يا ابو احمد، كيف حالك؟ الله يحييك، تفضل سؤالك. دكتوره تفضل اسال دكتوره معك. تفضل دكتوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. انا يعني دائما لما اروح للسوبر ماركت قسم معاجين الاسنان في بودره موجوده في الدولاب حق المعاجين، شفت محتوياتهم فعليه بيكربونات بوتاسيوم، وكاتبين عليها انها يعني بتنظف الاسنان وبتزيل البلاء اللي هي الطبق الجير او البلاك، ومفيده مرض اللي للناس المدخنين. ايش رايك فيها يا دكتور هذه؟ والله صراحه ما عندي اي شيء من هذا، يعني ما عارف الفكره البودره، لانه احمد ما هي رائجه كثير عندنا. ايوه جديد. ايوه في اشياء كثير بتطلع، يعني حاجات جديده لسه الواحد يكون يعني ما اخذ هذا، زي ما انت عارف لسه طبيبه عامه، ان شاء الله المره الجايه نطرح باذن الله. بس احمد، هو البودره هذه لقيتها في سوبر ماركت او صيدليه؟ لا، سوبر ماركت، وفي بعض الصيدليات بتبيعها بس في اسم ثاني او منتج بشركه ثانيه او تجاريه ثانيه، لكن صراحه انا جربتها، اخذت البودره دي بحكم انها بيكربونات، يعني عارف ماده هي بيها بالملح. جميل جدا. هي فوجدت لها اثر بالفعل ما شاء الله تبارك الله، خلال اسبوع وجدتني في طبقه وزيلت من الاسنان لقيت فرق شاسع يعني. اي نعم، حتى اخواني بيسالوني يعني ايش استخدم معجون معين، قلت لهم لا اخذت بودر، حتى سعر العلبه ب5 ريال يعني. جميل جميل، كويس. احنا باذن الله في حلقه اخرى باذن الله حنتكلم عن تحديدا المدخنين واسنانهم. يعطيك العافيه احمد، شكرا لك. طبعا دكتور سماهر احنا حنكمل، لكن فاصل فجاه طلع علينا عشان كذا انا شوي انفجعت. هنطلع الان فاصلنا ونرجع مره ثانيه نكمل اسئلتكم على ارقامنا 012-61-61-100، ومن الرياض على 011-217-85-85. معنا دكتوره الاسنان العامه اكيد دكتوره سماهر عبد الرحمن بحمدين. راح نرجع بعد الفاصل. دكتوره سماهر خليك معنا. طبابة ألف معكم في طبابة ألف، طرات سندي مستمر إن شاء الله إلى نهاية الساعة، يعني باقي لنا كمان أقل من ثلث الساعة بإذن الله. مستضيفين دكتورتنا طبيبة الأسنان العامة دكتورة سماهر عبد الرحمن بحمدين، حياك الله مرة ثانية. حياك الله. الله يسعدك. طيب يعني في هنا تغريدات، يعطيكم العافية على يعني أنا ليش ما بقرأ، لأنه ما في رساله واضحه او انه عندها يعني او حاله واضحه، فاتمنى نكون واضحين اكثر في الحالات اللي بنرسلها. طيب في اتصال 012-61-61-100 من الرياض على 011-217-85-85. الو السلام عليكم. طيب انا قلت انه في مشكله منور اصلا. طيب السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. هذا اذاعه الف. انت على الهواء حبيبي، حياك الله.
كيف الحال حبيبي؟ الله يسلمك، من معانا؟ معك خالد حبيبي. حياك الله يا خالد، سؤالك في استفسارك. سؤالي بس أبغى أستفسر بخصوص تبييض الأسنان. أنا لناس كثير يعني نسألها بيقول إنه مو كويسة ولها آثار كثيرة، بس أبغى أستفسر بالدكتورة بشكل أفضل يعني. تفضل. طيب يعني إيش رأيك دكتورة سماهر في حكاية تبييض الأسنان؟ بيقول لخالد إنه بيسمع عنها إنه هي مضرة أحيانا، وإن هي يعني ما بتدوم مثلا أو يعني ما إلى ذلك. فيها أو لا؟ تنصح فيها أو لا؟ طيب تسمع الرد يا خالد، يعطيك العافية، شكرك. من فين تكلمني يا خالد معلش؟ من جدة حبيبي. من جدة، شكرا لك. طيب خليك معنا على السماء. طيب دكتور سماهر إيش رأيك؟ طبعا تبييض الأسنان لي فوائده ولي أضراره. جميل. أضراره إنه هي بتسبب حساسية للأسنان. في طبعا لها أنواع. طيب إحدى أنواع إنه ممكن الهلام حق التبييض يعمل حساسية أو حروق للثكة، فعشان كده الواحد يتفادى هذا طبعا. نعم. وأنا صراحة يعني ما أنصح بها، لأنه الأسنان أحسن أنها تكون صحية أكثر من أنها تكون تجميلية أكثر. يعني هذه بس الناس طلعوا بيها التبييض هذا، لكن هي الأسنان ربنا خلقها بلونها المصفر أو اللؤلؤي، ما خلقنا بالبياض هذا. بياض الأسنان هذا كله زي موضة طلعت، الناس بدأوا يمشوا فيها. يعني ما تنصح فيها؟ أنا لا. جميل جميل، يعطيك العافية. طيب سؤال آخر من اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، من معنا؟ تهاني من الشرق. حياك الله يا تهاني، تفضلي سؤالك. كنت بسأل الدكتورة سماهر، أنا مسوية تقويم والحين نزلته، بس أنا عندي تعرجات في أطراف الأسنان الأمامية، فقال لي الدكتور أفضل أنك تسوين يعني حشوة تجميلية أفضل من أنك تبردينهم. أنا ما أبغى أبردهم، فما أدري إيش تنصحني، أسوي لومينير ولا كينير، ولا أفضل نسوي حشوة تجميلية عادية وبس؟ أوضح السؤال دكتورة سماهر صح؟ لا بس معلش، السن إيش هو مرة تانية؟ الطرف السن حق الأسنان الأمامية. أيوه. يعني مش مستوي، فيها تعرجات وبان بعد ما سويت التقويم، يعني بان بشكل أوضح. أيوه. هو يفضل يعني يفضل إنك تبرديها، لأنه يعني أنت حتشيلي شوية طبقة من الأسنان اللي تحت، لكن لو تبي تعمل الفينيرز واللومينيرز يعني هذه أنت حتشيلي من طبقة الأسنان كاملة، فيفضل انك تعالجيها بطريقه ابسط. يعني انك تعمل حاجتين سواء لومينير او فنير لازم يعني يكون في برد يعني. ايوه بس مو في احد الحالات في واحد منهم من غير برد، بس اللومينير. طيب ما يعني ما تنصحيها باللومينير برضو؟ لا ما يعني مو كل ما تمشي مع كل حاله. ولازم تكشف لها حشوه تجميليه ولا راح يعني يتغير لونها ولا كيف؟ حشوه عاديه يعني. ايوه يعني هذا البورسلين. البورسلين قصدها هي. انا ما افضل، افضل يعني في حاله زي كده تكون يعني برد خفيف في المنطقه اللي انت بتقولي عليها وخلص بتروح يعني. تنتهي الحاله تماما. يعني. شكرا لك. طبعا يعني موضوع مختلف، تعطيك العافيه طبعا دكتوره سماهر. بس هي حكايه البرد طبعا في ناس يكونوا متخوفين ان الاسنان لا تصير حساسه اكثر في هذه الشويتين اللي بردوها. فناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. الو الو الو. السلام عليكم، حياك الله، مين؟ طيب شكلها خايفه من دكتور اسنان. طيب اللي حاب يستفسر معانا على ارقامنا 012 61 61 100 من الرياض، على 011 217 85 85 مع دكتورة طبيبه اسنان العامه دكتوره سماهر عبد الرحمن باحمدين. حنطلع فاصل سريع ونرجع لكم في طبابة ألف، معكم طراد سندي، خليكم على السماء. طبابة ألف مستمر معكم أكيد مستمعينا في طبابة ألف، معكم طراد سندي. بالله كيف الحركة، تحياتنا طبعا لزميلنا سلطان الغشيان موجود معنا في الاستوديو. أيوة هذه حركة جديدة على فكرة سلطان، حركة جديدة ما تعرفها. تحياتنا طبعا لك، تابع برنامج برة 18 من الساعة 9 للساعة 10، يعني كل يوم تشويق، كل يوم الواحد يسمع. أنا مالي في كورة كثير لكن أقعد الله سلطان ايش حيسوي اليوم، الله سلطان ايش حتسوي اليوم. طيب هنكمل معاكم في طبابة ألف مع دكتورتنا دكتورة أسنان العامة دكتورة سماهر عبد الرحمن بحمدين، حياك الله مرة ثانية. حياكم الله. طيب ما شاء الله اتصالات بدأت، ما حنقول أرقام التواصل ما شاء الله شكلها عندهم، بس حناخذ اتصال بعدين نرجع نذكر. السلام عليكم.
طبعا احنا بنذكركم بس انه موضوع حلقتنا عن الاسنان او صحه الاسنان بشكل عام، فاللي عنده سؤال او استفسار ممكن هو يسال دكتور سماير. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، من معانا؟ اهلا وسهلا، انا عندي استفسار تحت الهواء، ممكن اطرات؟ طيب ماشي، خليك معنا عشان تفضل تحت الهواء، خليك معنا دقيقه. طيب كنترول. ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، من معنا؟ مساء الخير، معك حنان. حياك الله يا حنان، ايش سؤالك يا حنان؟ انا سؤالي، انا عندي واحد من اضراسي كان في الم وكذا، يعني هو اساسا يعني كيف اقول لك مسوس. طيب رحت عملت له سحب عصب. جميل. بس برضو بعد ما رجعت سحب العصب قال لي بعد اسبوعين او 3 اسابيع تعال اسوي لك حشوه، بس انا ما رحت على الحشوه وكذا، بس للحين احس في له الم، يعني مع اني مسوي سحب عصب بس لسه باقي الم، فماني عارفه اني اروح اسوي حشوه مره ثانيه افضل لي. طيب او اذا في يعني ضر ثاني مثلا اذا بدا، لان انا دراسي بس تعلمني وتعلمني كذا، اذا بدا ضر ثاني تعلمني مثلا افضل اني اسوي حشوه ولا اسوي سحب عصب بعدين حشوه. طيب ايش رايك دكتوره سمير، واضحه الحاله بالنسبه لك؟ مش مره. طيب ايش كيف ممكن يعني توضحي لها اكثر بس يا حنان؟ لا يعني الضرس لما ايش المشكله لما عندك بالضبط يعني؟ المشكله اني انا لما انت بتستفسري على انه تبي تعملي سحب عصب قبل الحشوه ولا العكس ولا لا اسالك يعني اسوي حشوه بس للضرس اللي يلمني مثلا نسوي بس حشوه وما كانت تسوي يعني حشوه خلاص، ولا افضل ان اسوي سحب عصب اول بعدين اسوي الحشوه؟ هو على حسب انت حالتك، على حسب التسوس لفين وصل. اذا التسوس وصل للعصب الدكتور حيشوفه في الاشعه، حتضطري انك تسوي سحب عصب بعدين، حيعمل لك حشوه عاديه او انه حيلبس لك السن بتاج اللي هي التلبيسه. مع انه طب هذا مسوي سحب عصب بس لسه يعني باقي في بعد فتره بيرجع الالم مره ثانيه، مو يمكن يكون في يعني الدكتور هو قالك ارجعي يكون حاطط لك حشوه مؤقته، تضطري انت تروحي مره ثانيه عشان تلبسيها بشيء يحمي لك سنك زياده، لانه الاسنان زي ما احنا عارفين لما بيشيل منها الدكتور بتصير شويه حساسه. طبيعي فتضطري انك تروحي مره ثانيه للدكتور عشان تعرفي ايش المشكله. شكرا لك حنان. حتبان بس بالاشعه ان شاء الله حنان نكون يعني، بس اهم شيء مراجعه الطبيب دائما نحتاجها في كل وقت عشان لا نتعرض لهذه المواقف. شكرا لك يا حنان. ايضا اتصال جديد. السلام عليكم. طيب ما نبغى الازعاج هذا ونقفل صوت الراديو، الله يخليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يعني هو خوف الدكتور اسنان مو بدي الطريق ابدا، مو على الهواء ابدا يعني، الدكتور اسنان مو عندنا. السلام عليكم. الو. طيب السلام عليكم. الكنترول في مشكلة في اتصالات من أول الحلقة، نفس الوضع نفس الفكرة ما تغير. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، من معانا؟ أستاذ سراد صبحي جلال مع حضرتك. حي الله صديق الإذاعة صبحي جلال، كيف حالك؟ الله يحفظك حبيب قلبي ويبارك فيك يا رب. أنا تصدق سمعتك الطيبة سابقتك يا صبحي. الله يحفظك ويبارك فيكم والله من كرمكم وأخلاقكم. الله يسعدك، اتفضل سؤالك. أنا عايز أسأل الدكتورة على التهاب اللفة. التهاب عملت لها تنظيف للجير، والكلام ده بقاله 3 أسابيع نظف الجير، وبالرغم من كده واداني أدوية ومعجون مختلف 3 أنواع، وبالرغم من كده لسه اللثة ملتهبة. هل السبب مثلا السكر، ولا هو ده طبيعي شيء طبيعي، ولا ايه؟ لسه ملتهبة والأسنان عندي بتتهز، يعني 3 منهم بيتحركوا من مكانهم. عندي سؤال تاني لو تسمح لي حضرتك. طيب اتفضل. بنتي عندها أسنان للآن لبنية وهي عمرها 16 سنة. دكتور شافها قال لها أنت أسنانك لبنية. معقول؟ ممكن أسنان يتغير؟ ما أعرفش والله. معقول 16 سنة وأسنانها لبنية؟ دكتور طيب. أسنان استشارة قال لها كده، فأنا استغربت. طيب شكرا لك يا صبحي، نشوف نجاوب عليك، يعطيك العافية. طيب بالنسبة لحالة التهاب اللثة مبدئيا، أو كانت واضحة بالنسبة لك الحالة صحيح دكتور؟ أيوة. سماير طيب. أول شيء التهاب اللثة يحتاج له علاج شوية طويل، ما حيكون بين يوم وليلة حيتغير هذا الشيء. بعدين الدكتور أداك معجين، أداك أشياء تستخدمها،
أهم شيء أنك أنت تواظب على هذه الحاجات، يعني هي ما حتروح في فترة قليلة، حتضطر أنك أنت تنظف أسنانك زي ما قال بالمعاجين، بس يمكن أنت طريقتك تكون غلط، يصير الأفضل أنك تراجع مرة ثانية دكتور الأسنان يعلمك الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان واستخدام الخيط، ما في حاجة يعني. جميل جدا، جميل جدا. طيب يعني الالتهاب اللثة عموما بشكل عام، بس نفهم منه أنه ياخد وقت عشان تتعالج اللثة لأنه بتكون يعني حالتها حساسة. طب بالنسبة لبنته اللي عمره 16 سنة وأسنانها لسه لبنية، معقول؟ ممكن، لأنه في حاجات تجي يعني شيء من يوم ما تولد الطفل ما يكون عنده الأسنان اللي هي الدائمة، فهذا إذا هو راجع دكتور الأسنان حيوري له الأشعة، الأشعة حتكون باين فيها إذا الدكتور يعني مخلي هذا السن اللبني أو إنه حيضطر إنه يشيله، يعني لو السن اللبني هذا ما في أي مشكلة حيخليه موجود. ليش؟ يكون ما في أصلاً السن الدائم تحته، عشان كده أحيانا بنضطر إحنا نخليه عشان لا يدف الأسنان، لما يدف الأسنان بالضبط عشان ما تصير في لخبطة الأسنان. جميل. لأنه أصلاً ما في أسنان تحت، يعني ما في السن الدائم، ما حيكون طالع مكانه. جميل. في هذه الحالات يكون الأسنان اللبنية بتجلس معانا. حلو، يعني في حالات وحالات. طيب دكتورة سماهر، طبعا احنا ساعة عدت علينا الوقت زي الهواء ما شاء الله، يعني استفدنا من طريقة اهتمام في الأسنان وكثير من الأسئلة اللي كانت أثارت نقاط جدا مهمة ممكن احنا ما ذكرناها. يعطيهم العافية على تواصلهم، وطبعا نشكرك جدا على تواجدك معنا، بس كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا عن صحة الأسنان. زي ما قلت يعني ما في حاجة غير انك تمشي على اشياء الستبس السهلة البسيطة عشان تمشي تكون اسنانك صحية ونظيفة. ربنا خلق اسناننا زي ما هي، يعني احسن حاجة، اي لعب فيها في الاسنان سواء كان تبيض او تلبيسة ما حتكون يعني زي ما حتكون زي ما ربنا، ايوه زي ما ربنا خلقها. فالاحسن ان احنا يعني ننظف اسناننا بطريقة مستمرة، نعتني فيها مضبوط عشان نقدر نخليها تجلس معانا لحد عمر طويل بإذن الله. دكتورة سماهر عبد الرحمن بحمدين، دكتورة أسنان عامة، طبيبة أسنان عامة، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا اليوم وشرفتينا، ونشكرك على وقتك. نعرف إنك مشغول اليوم شوية، لكن الله يحفظكم، يعني نشكرك على يعني أعطائك هذا الوقت. استفدتوا يعني الحمد لله، يعني بقدر المستطاع حاولنا ناخذ كل الأسئلة. شكرا لك دكتورة سماهر، يعطيك العافية. يعطيك مع السلامة. طيب مستمعينا الكرام، احنا انتهينا من برنامج طبابة ألك، كنت معكم أنا طرات سندي. نختم بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.